السلام عليكم الإخوان الأخوات، مرحبا بكم في هذا الفلوغ ديال الفرصادة برينسيبال الرئيسية بين نديرو لها الكريفي. المهم راه جا الصباغ وجاوب الناس ديالو الكريفي، وراه غادي ندير لها الكريفي إن شاء الله. الشانتيو راه هو هذا. بالنسبة للفرصادة هما خدامين دابا تيعلقو في ديك الطبلة، تيسميوها الطبلة، غادي يعلقوا الطبلة وغادي يبداو يسيروا في الامور ديالهم. المهم غنصور لكم الامور ديال الاسم. بالنسبه للسلعه ديالو شرا ديك شرا، بالنسبه حاليا شرا 50 خنشه ديال الكريفي. وبالنسبه للكريفي من الاحسن ما يخلطهاش لكم بشي صباغه، من الاحسن. علاش؟ لان الا خلطها لكم بشي صباغه غادي يكون غادي تقدر تولي مثلا عندكم شي روتوش ولا شي حاجه تبداو تقلبوا باش تطلعوا هذاك اللون، وما عمره غادي يطلع لكم. لهذا من الاحسن ما يتخلطش بالصباغه، حاولوا تقلبوا على الكريفي اللي غادي تكون الخناشي يعطيو اللون، اللون اللي بغيتيو في الخناشي ديال الرمله باش بغيتي تدوزوا الكريفي. يعني كيف تنقولوا اصلي، اللون الاصلي ديال لك الرمله اللي جبتو، داك الصابل ديال الكريفي يكون هو اللي عاطي اللون ديالو. كاينه الصفراء وكاينه الحمراء وكاينه البيضاء وكاينه كاين بزاف ديال الالوان، ولكن شوفوا اللون الاصلي خدموا به داك اللي عجبكم وخدموا به، ما تخلطوا مع لا صباغه لا والو. طلعوا شوفوا يدير لكم شانتيوات ديال الالوان الاصليين واختاروا اللون اللي عجبكم وديروا به بلا ما تخلطوا مع صباغه لا والو. هما خدامين دابا تيعلقوا في هذاك باش من بعد عاوتاني الا بغيتو ديروا شي حاجه شي لون ولا تطلقوا شي بازه ما تعاودوا ديروا شي ريباراسيون ولا شي حاجه ما يكونش عندكم فيها المشكل. باش تفهمنا هاد القضيه راه مهمه بزاف. بالنسبه للخناشي قلت لكم شرا 50 خنشه في 3 ديال 50 خنشه ديال رملات الكريفي في 3 ديال الخناشي ديال الحصى. الحص تيقولوا لي الحص، هما تيقولوا لي الحص، هو بالعربيه الفصحى الحصى، الحصى رقيوق، هذاك هو اللي تيدير دوك الشراطي فاش تبي دير الشراطي ديال فاش تدور بديك الماكينه ديالهم تيعطي دوك الشريطات اللي بغيتي. صافي تفهموا مع على الباندات، تفهموا مع على الصباغه، تفهموا مع على هذاك شويه ديال الماء اللي خارج ديال المرطوب من الداخل. قال لي هو راه ما يدير لك حتى شي مشكل بالنسبه لنا، سميتو يعني راه غادي ينشف ويدير ما خفتيش منه. انا قلت عليه قلت لي عندك يخرج لي هذاك، قال لك لا ما خفتيش، غير ينشف وراه غادي يولي يدير. ولا كان راه غادي تبغوا شتيني فريد كاع مثلا نشفوا عطاو واحد شويه ديال الفرق ديال اللون، غادي ندوز عليه شرطه عليه. قلت لي غادي تصبغ لي هذيك البلاصه الى دار، قال لي صافي. وبالنسبه لهذيك القضيه تيكون المشكل الى مثلا الى دوز لك هذيك الكريفي وخلطها مع الصباغه، تما فين تيكون المشكل، تما فين تيكون المشكل تيدير تخرج الماء من الداخل وكتغير اللون ديال الصباغه وكيعطيك اسميتو وكيعطيك هذيك البلاصه فيها الاختلاف. اما الا كانت الصباغه الا كانت الرمله دوريجين الاصليه ما مخلطه لا مع صباغه لا مع والو، راه كيخرج تتفزلك وتتعاود تنشف تتعطي اللون الاصلي ديالها اللي كان، ما غاديش تخافوا منها. لكن كاع شي اختلاف تيكون بسيط بزاف لدرجه انه ما يمكنش تلاحظوا. المهم نخليكم حتى يبداو وغادي ننقلوا لكم الامور ديال هادو. الخناشي ديال الحصى داك كايس رقيق، هادو هما اللي تيديروا دوك الشريطات فاش ندورهم. ها هما شتيهم كيدايرين كيداير باش تكون عندكم واحد الفكره. هادو الخناشي ديال الغبره ديال الرخام، تنقول لها الرمله الحمراء، وان هي سميتها الغبره ديال الرخام هي باش يدار الكريفي. ها نتوما شتا كيدايره غبره الرخام رقيقه بزاف نيلو، كاينه تقريبا شي 50 خنشه. هذا البرميل ديال الكولا، هانتوما شتوه تقريبا شي 30 كيلو. هاهما دابا تيطلعو في الطبلة باش يديروها ميزون بلاص. لا ميزون بلاص ديال الطبلة راه الله يكون في العون هاد الناس هادو، راه كل واحد كيفاش مكتب ليه الله ياكل الخبز. هاهما خدامين تيقادو فيها، تيتقن من انها راه صحيحة. اول حاجة غيديروها هي انهم غيدوزو واحد الكوش ديال الكولا، ديك الكولا خلطوها وغادي يدوزوها في الفرصادة كاملة. هما بداو تيدوزو فيها، هما بدا خدامين غادوزو هاديك لافاس، هما خدامين في هاد الدوزيام فاس. هانتوما شتو كيفاش يهبطو
هذيك الطبله. هما مولفين ما عندهمش داك الفيرتيج ديال لاوتور، مولفين دابا خدامين تيستفوف داك القاعد الكارتون باش ما تقبلهمش الميكا اللي بيد باش بيديروا الشارج، فاش غادي يخمروا هما تيديروا الميكا غيصاوبوا بها الشارج باش يخمروا ديك الغبره ديال الخام. هما تيخويو الماء، ميكا غليظه شويه، هما دابا في الاول حاجه تيخويو الكولا باش يخلطوها مزيان مع الماء باش يولي واحد الخليط متجانس تولي اوموجين. الدراري باقيين هي صغار تبارك الله و تيخدمو تبارك الله اللهم بارك. الدراري نقيين من بنقرير، الاصل ديالهم بنقرير، تيخلطو تيخلطو حتى تيحصلو على خليط متجانس. هما تيزيدو الكوليلا في فاش تخصهم الكولا تيزيدوها، فاش يلاحظ هو دابا عينو ميزانو في فاش يقلب بيديه تتبان ليه الكولا مثلا ناقصه خاصها واحد شويه تيزيد واحد شويه، هو فاش يكون تيخلط بحال مع التجربه تيعرف واش هذيك هي الختوريه اللي بغا ولا قل ولا كتر ولا زايده ولا. هما غادي يبداو يخويو الرمله اولا الغبره ديال الرخام، غيبداو يخويو الغبره ديال الرخام. انا تنقولها الرمله ما عرف مالي تنقولها الرمله. هانتوما الا لاحظتوا ما غادي يزيد حتى شي تانت، غادي يديرها على اللون ديالها باش تعطي اللون، باش الا في حاله كان شي باراسيون ولا شي حاجه شي ريباراسيون ما يكونش عندنا اختلاف في اللون. تيخويوها بشويه باش من بعد تيبقاو غاديين تيخويو باش في الاخر فاش يبغيو يخلطوا تجيهم سهله. هما بداو تيخلطوا، هو تيبداو يخويو بشويه بشويه بشويه، ومن بعد راه غادي حتى تيكملوا هاد الخناشي، وتيخليو شي خناشي باش وكيف كتبت صب بهدوء تيخويها غير بشويه باش ما يطيرش عليهم الغبره، باش ما توليش الدنيا عامره غبار. هما بداو تيخلطوا المسائل، انتم على لاحظتوا الامور كيفاش تيخلطوا شي برجليه شي بيديه شي بكذا. المهم ومن بعد غادي يشوفوا واش غادي يزيدوا الماء ولا لا، دري مع التجربه تيبان لهم اش خاصهم يديروا. تزيدوا الماء في حاله ما احتاجوا ليها، هما تيخلطوا برجليه. شت فايت الناس اللي عارفين الصابون في فين كانت يصبنوا في الواد ايامات. انتم لاحظتوا هما تيخلطوا دابا مزيان، من بعد تيكملوا فاش يكملوا التخلاط تيزيدوا داك الحصى داك تيقولوا لهم الحص، تيزيدوا غير من الفوق ومن بعد تيخلطوا عاد تيقلبوا ثاني تقليبه اخرى. تيزيدوا هما ما داروش ثلاثه راه ولاو زادوا وحده اخرى في الاخر هي اربعه الخناشي. هما يبداو يخلطوا شتيه باش داك الحصى داك الحص يكون فوسط كامل من خلط الخليط. هما خدامين دابا تيخلطوا غادي يقلبوها كامله وعاودوا يقلبوها تاني، المهم باش يكون الامور متجانسه وصافي. هما خدامين في كاين غير خلط، ثم فاش يكملوا تيخليوها تخمر الغد ليه، تيخليوها الغد ليه باش عادي يخدموا بها. هادو ما تيخدموا هادو تيقولوا بلانات هادو الماتيريال باش يخدموا، وهاديك الاخرى هاد الجوج هادو تيسميوه الفرطاس. هذاك البلانا هو باش يبلاني تي ايطالي دوك الكريفي، وهاد الفرطاس هو باش يدير هادوك الشريطات. هما بداو اليوم في الصباح الغد ليه بداو بداو في التبليط. هانتوما لاحظتوا شتي هاديك البلانا باش يديرو، ثم تيدوزو داك الفرطاس تيدورو. هاهما شتي الفرطاس هو تيدير دوك الخطيطات.
خدامين ودراري نقيين تبارك الله تخدموا. والوقت بالنسبه للوقت ما عندهمش هما الوقت، تيخدم صباح بكري تيعيا تيجلس يشرب اتاي عاود ثاني نوض ثاني للخدمه ويهبط مع سميتو عليه وخدام. ما كاينش هذاك الشيء تبارك الله نقيو فيني. هادو راه كتبت اليوم هادو رسامين زعما انهم فنانين صراحه، فاش غادي تشوف في الاخر ما تيبانش ليك الفرق بين واحد البلاصه وواحد البلاصه. هما دابا رابطوا بهذيك الجهه الاخرى الصباح الغد ليه اليوم الثالث هذا هما خدامين كملوا هذيك وبداو في تيركبوا السكوتش ديال الجناب باش باش يديروا الزواقه ديال الجناب. بغي يصاوبوها باش تولي بحال بحال ياجور بحال هكا هانتوما كي تشوفو. هما وصلو لهنا جهة الباب، ها واحد استراحة ام حارب. مسارح صاحبنا مسارح الفوق اللهم بارك الله يعاونو. بالنسبة للدروك بداو التخلاط ديال الكولا، تيخلطو الكولا باش يدوزو واحد الكوش ديال الكولا فوق الكريفي. هاهما بداو فيها كيف تتشوفو تتولي مغلوقة واحد شوية باش يدوزو لها الكولا، وهاد الكولا راه ضرورية باش متبقاش تشرب، تتشرب الكولا ومن بعد تولي تقوى على الما مكتقيسهاش. إلا لاحظتو دغيا كتشرب الكولا ومرا تيدوزوها علينا هنايا دايزة هاديك الشتاء مع هاديك العصا الطويلة هانتوما كي تشوفو. وما راه ما عندهمش مشكل مع العلو كاع، ما عندهمش مشكل، هما العلو عندهم بحال واقف نتا فسميتو، ما عندوش المشكل هو في العلو. مولفين دابا هما ولفو شي كي تتبان الكولا فاش يدوزو راه تتبان بيضة، ولكن من بعد صافي هي كتنشف كتحيد ديك البيضية وكتولي تتعطي هداك اللون ديال الكريفي اللي كاين تحت منها. هما راه خدامين في هادشي، خدامين في الدق ها نتوما قبل وبعد، شوف كي كانت في الاول شوف كي كانت في الاخر من بعد الحمد لله. والثمن راه طلعت عليه تقريبا بشي 5200 درهم بالسلعه ديالها. يلا دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله.